بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما أبدأ الحلقة أحب أهني جميع الطلبة في الثانوية العامة، ألف مبروك لكل الناجحين. وزي ما بنقول كده، فرصة تانية للي أخفاكوا السنة دي، معلش الدنيا ما بتقفش لا على الناجح ولا على الراسب، إن شاء الله بإذن الله كل واحد بياخد حظه اللي ربنا قسمه له. ما زلنا الحلقة دي هنتكلم عن قصار السور اللي بنصلي بيها في الصلاة بتاعتنا، والناس بتبقى عايزة تعرف أنا قرأت دي في الرؤية، أنا لقيت حد بيقرأها عليا، زي ما بنقول كده لو تلاها هو أو قرأت عليه. طبعا كل الآيات السور القصيرة اللي أنا مختارها مش عن اختياري أنا، عن اختيار بعض المتابعين. عندي متابعين من الجزائر، ناس كتير جدا طلبوا مني السور دي، منهم الأستاذ مصطفى يوسف من الجزائر، وعشان ما اذكرش أسماء كتير عشان ما انساش، ناس كتير جدا كان هو أبرزهم طلب مني القصار السور دي. وأنا هبتدي بسورة العصر، وأنا كنت الحلقة اللي فاتت بدأت بعض السور القصيرة ودي تكملة لها. سورة العصر بتبقى إنذار وبشرى، انذار من الله لك، خد بالك ممكن يكون في عسر قادم عليك، او لو بتخطي خطوه خد بالك الخطوه اللي ماشيها دي تديك ما تديكش ربح وتديك عسر، وتفضل متعسر لفتره طويله. وبشاره لو الانسان عنده تعسير في اموره بتبقى بشره ليه بانهاء العسر في حياته. وبيكون صاحب الرؤيه بنقول عليه كثير الخيرات، كثير الارزاق، كثير لوصل ارحامه، بينصره الله على اعدائه، بيكون من صفته الصبر، بيكون صبور جدا، يقول لك ده الانسان ده يا صبور او باله طويل قوي. وبيكون حقاني، ودايما وكيل بعض المعبرين ان انت الرؤيه دي او الصوره دي بتديك امر او انذار ان انت في عسر وجاي اليسر وراه على طول. سوره الهمزه بتدل على انذار من الله للبني ادم اللي الرؤيه شافه او طليت عليه الايه، فليتق الله وبطل الغيبه والنميمه. وبيبقى هنا ماسك واحد فقط من الاقارب، يبقى انسان معين طول ما هو قاعد جايب سيرته، بان انت بتدي له حسنات ما تعبش فيها، فهنا انذار من ربنا فليتق الله. كمان بتدل على جمع المال وانفاقه في ما لا يرضي الله، ودايما بتكون العداوه لاحد القرايب، وانك ماشي بين الناس بالغيبه والنميمه. طول ما احنا موجودين على البرنامج وفي الحلقه هتكلم عن صوره صوره وبعض الرموز اللي حضراتكم طلبتوها. ومعايا اول تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذه هناء؟ ازيك يا حبيبتي ندى؟ وحشتينا خالص. وانت والله وحشتوني كلكم. ليكي فتره ما بتطلعي بس. معلش معلش غصب عني. ربنا يديك الصحه. يا رب. اتفضلي. انا كلمت حضرتك على اليوتيوب من حوالي 4 شهور الى اسبوع، قلت لي تفسير حلمي يا اخويا يتحبس 4 شهور. حلو. انا حلمت له رؤيتين، بعد اذنك عايزه اعرف ايه معناها. طيب قولي. اول رؤيه حلمت ان ابن عمي محبوس مع جبل بيتكلم معايا بيقول لي اخوك لما اخذ جلع النهارده، يعني خلع ملابسه. حلو. راح بعد كده قال لي احنا عايزين شحنين موبايل وعايزين بودره اخفاء عشان نهرب من السجن. وقال لي في الرؤيا برضه اللهم صل على النبي، كان في ناس بتشوشر على الكلام وانا بتكلم معاه عشان ما يسمعنيش، بس انا سكتهم وكملت كلام. وكان في شخص معاهم في الحوار ده اسمه على اسم ابويا بس كان شباب. طيب ما انا عايز اعرف الاسم. كان اسمه حسن. ايوه. حلو. جيت بعد كده طلعت من عنده لقيت خاله ليا اسمها صباح. خالتي صباح دي كان قدامها 12 كيس سكر، كنت حاسه انها في الحلم بتمر بضيقه ماليه ومتضايقه. فبقول ازاي معاها علبه فيها 12 كيس سكر وطلعت لي كيس عشان تعمل لي مشروب اشربه. بعد كده جابت خاله لامي اسمها نعيمه. فقالت لي انا عايزه اكلم امك بس امك حزينه على اخوك انا مش قادره اكلمها. سبت خالتي نعيمه طلعت لقيت بيتكلم وبيقول ان مرات اخويا الحامل ولدت، انا فعلا مرات اخويا حامل. بقول لهم ربنا ده ايه؟ قالوا لي بنت. ده اول حلم. الحلم الثاني حلمت بمرات ابن عمي المحبوس. انت ما تعرفيش مرات اخوكي فعلا في بطنها بنت ولا ولد؟ هي الدكتوره بتقول بنت بس احنا بنحلم انه ولد، وغالب الاحلام بنحس انه تفسير ولد. أيوة. الله على وعنا ان شاء الله. ان شاء الله خير. قول التاني. فبعد الحلم الثاني انا ومرات ابن عمي المحبوس ده حلمت ان احنا رايحين نصلي الصبح في اخر وقته. كان معانا واحده جدتنا اسمها هناء بتقول لنا قوموا صلوا، قلنا احنا في اخر الوقت بس قمنا صلينا. كنت هتصلي ايه؟ الصبح في اخر الوقت، كان خلاص الظهر هيأذن. أو. يعني خلاص اقترب الظهر. فانا اقمت الصلاه وانا من ضبي بتكلم بسرعه، اقمت الصلاه بسرعه. ومرات ابن عمي دي قرأت، هي كانت الإمام، قرأت القرآن ما شاء الله بصوت جميل.
وانا كان في ايدي جزازه ميه صغيره، فواحد مسخدها مني عشان اعرف اصلي، وانا كنت واقفه في مكان ضيق، كنت واقفه رجلي انا مش المكان مش مكفيها، وكنت تاني ركبتي ومسنوده على الحيطه. تمام يا ندى. حلو. انا معايا زي ما بقول لحضرتك اخويا ابن عمي محبوسين، بس على ذمه القضيه يعني نسال الله يعني يعفو عنهم. ومعلش الحلم اخير. تمام. قولي. اخر حلم ده كان ليه فتره، حلمت ان اخويا جاني في الحلم كان لابس جلباب اصفر، احنا من الصعيد بنلبس جلباب. فبقول له كيف حالك؟ قال لي تمام، وكان مبتسم. راح بعد كده بيقول لي اللعب في قضيتي خلص، والقضيه هتدخل مرافعات. واداني في ايدي 4 أو 5 آلاف جنيه، يعني هو 4 آلاف أو 5 آلاف بس يعني مش كاملين، يعني 300 400 كده، فئه 10 جنيه. ادهمني في ايدي، قال لي اديهم لي فتحيه. وقال لي قولي لابوك يفك الرهنيه. فانا بساله بقول له انت عارف بنتك عملت العمليه ولا لا؟ هو بنته بالفعل هتعمل عمليه. ما ردش علي وسابني وطلع سلم. وفي نفس الحلم كان معاه واحده دكتوره شبهه بالظبط، هو اخويا بس لابس بدله وارفع منه. حلو. حضرتك لما قلت لي في زمان على اليوتيوب اخوك اتحبس 4 شهور، انا بعديها كل فتره بحلم مثلا ان بحلم برقم 39 35 يكون بالفعل فضى على انقضاء ال4 شهور دي 39 او 35 يوم دول مثلا. ايوه. فهل هذا مثلا معناه ان خلاص بامر الله هتنفرج ولا ممكن لا قدر الله تتعطل؟ لا، رؤياك الاثنين دليل على الانفراج، رؤياك الاثنين اللي في الاول. وهفسرهم لك من التلفزيون عشان على بال ما يجهزوا له تليفون ثاني. طب ال 45 ال 4000 ونص ده ممكن تكون تجديد 45 يوم؟ لا قدر الله. لا 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 خالص، برضه هفسرها لك. معلش في حته نسيتها في الجزء بتاع لما قابلت ابن عمي في السجن. قابلت محامي نصراني، بس كنت حاسه بجوايا انه راجل غير امين، وشفت هدومه وشفت الصليب على ايده. وخدت كارته عشان احذر اخواتي منه. بس ما هوش وحش على فكره في الرؤيه. ما انا بقول لحضرتك هو نصراني، انا شفت هدومه وقلت انا هحذر اخواتي منه، وخدت كارته بالفعل. تمام. معلش يا دكتوره تعبتك معايا، الله يبارك لك ويديك الصحه. حبيبتي انا معاك اهوت. هو الرؤيتين الاثنين تفسيرهم زي بعض، اللي ورا بعضه ما تختلفش غير في الرموز فقط. اسمعيني بقى. اسمعيني من التلفزيون. ايوه انا فاكره ان انت قلت لي ايامها على الرؤيه، وانا قلت لك الرؤيه دي بتقول حبس 4 اشهر. ربنا هيفك كربه قريب جدا. اولا الشاحن رمز من رموز الشاحن ده وصله، والوصله هنا يكسب بها المحامي. البودره هم عايزين يهربوا، معنى عايزين بودره عشان نختفي، وعشان معناها هنا الخروج. انا بقى اخدت اسم حسن، عشان كده انا سالتك بتقولي على اسم ابويا، قلت لك اسمه ايه؟ حسن. هو هيخرج واللي معاه هيخرج، بس هو اتعرض لظلم شديد. انت فاهمه قضيته دي ما كانش ليه حبس خالص. هو في ناس بالفعل عملت فيه كده. رقم 9 اللي انت بتساليني عليه، وانا من المره اللي فاتت ما حبيتش اقول لك في حاجات في الرؤى ما يصحش تتقال، لان ساعات بتحصل بيها فتنه. رقم 9 دليل التاخير ودليل العذاب، حتى ربنا قال كده على خزنه جهنم عليها 19، يعني الملائكه اللي موكلين في على جهنم ناس شداد، وعددهم بال19، بدا بال9. فدايما رقم 9 ده رقم كده عليه علامه استفهام، حسب الرؤيه بنبقى عارفين هو ايه. فهو اتعرض لظلم كبير. القضيه بتاعته اتلفقت. في ناس حبت يقعد الفتره دي عشان يتقدم، قعد وخد كفايته خلاص. رؤيتك الاولانيه السكر بقى اهم حاجه، 12 كيس. ال 12 دي رقم 12 ده علامه النصر. 13 كان هيبقى وحش جدا. كنت هقول لك انا اسفه مش هفسر لك الرؤيه، لان انا ماشيه على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، بشروا ولا تنفروا. حتى الموت يعني مدينا بيه قرار كده، ما نقولش للي في الرؤيه ان في حاله وفاه الا اذا كان حد تاني اللي بيقولها لشخص غريب، وشخص ده كبير في السن ومريض وميؤوس منه، فساعتها بنبقى ايه؟ نقول قرب اجل، لكن امتى الله اعلم. رقم 12 ده رمز للفرج واتمام الامور وعلامه النصر وبشرى بالحلاوه. احنا هيبقى عندنا ناس وهيخشوا يشربوا عندنا مشروبات سكر، قهوه، شاي، حاجه ساقعه، لان بمناسبه الخروج من الحبس. ده رقم 12. والصباح خالتك صباح، وهنا ذكرتي الصلاه في الصباح قبل الظهر ما يبدا، يعني خلاص الانفراجه قريبه جدا جدا. ان شاء الله يا ندى هتخشي وتفرحينا. الرؤيه الثانيه
رايحة تصلي وسكت الصبح، هي نفس الحكاية نفس الرؤية الأولانية، بس ربنا سبحانه وتعالى كل رؤية بيديك فيها رموز شكل عشان تقدري تفكيها. احنا لما بنقعد مع نفسنا الرؤية تفسيرها مش صعب جدا، هي موهبة من عند ربنا لبعض الناس وملكة ربنا سبحانه وتعالى وهبها لناس معينة، بس احنا ممكن لو قعدنا مع نفسنا وفسرنا الكلام الصباح صباح قراءة القرآن ما في أجمل منها، بصوت جميل كمان مش بصوت قبيح، كل ده دليل المكان الضيق اللي كنت واقفة بتصلي فيه ومكوعة فيه، بس هيتم إتمام الصلاة من إتمام الأمور. هو في ضيقة، وهنا مش أنت اللي واقفة في الضيقة، ده أخوكي هنا هو في ضيقة، وهتتفرج الضيقة بإذن الله وهيتم الإفراج عنه بإذن الله تعالى. المحامي النصراني، ما فيش أجمل من الست النصرانية في الرؤية والرجل النصراني في الرؤية. بعض الرموز ساعات بتدل على حاجات تانية ما نتطرقش اليها، يعني ان فيها اسحار وكده، بتبقى طلاسم كنايس، دي هنا بنقول عليها حاجه تانية. لكن المحامي نصره، نصره لاخوك بعد ظلمه، وانت كمان شفت الصليب اللي على ايديه وكمان خدت الكارت بتاعه، هنا نصره لاخوك باذن الله وانفراجها قريبه جدا. الرؤيه التانية اخوك لابس جلابيه، انا عندي هنا بس على الجلابيه الصفراء دي نسيت اسالك، خدتني انت في الكلام، هل هو الفتره اللي قعد فيها 4 اشهر في السجن مر بظروف مرضيه؟ الظروف المرضيه دي ممكن تكون برد، ممكن يكون هو اصلا مريض حاجه، فهو كان مريض في فتره من الفترات. خلاص احنا كده كلمه خلاص في الرؤيه خلاص، حتى احنا لما حد يقول لي انا ولدت وشفت الخلاص بقول خلاص الشيء انتهى والحبس انتهى باذن الله تعالى. الرقم اللي انت بتسالي عليه، اي شيء فيه الافات تحقيق امنيه فكك قرب هم كل ده بينتهي. مش مكملش، لان الرقم ده لو حطيتي عليه الفتره اللي قعدها اخوك في السجن هيتم رقم ال5000 باذن الله تعالى. فتحيه ربنا هيفرج عليه، وفتحيه من فتح الابواب وفتح الارزاق والخروج باذن الله تعالى. طلوع السلم بتسعه في موضوع اللي هو بتاع المحامي والقضيه ان شاء الله باذن الله تعالى خارج قريب جدا، والله اعلى واعلم. مين معايا؟ ندى؟ لا ندى. اتفضلي يا ندى. ازي حضرتك؟ الله يسلمك يا ندى، معاكي. ربنا يبارك لك. انا حلمت ان انا كنت ماشيه في الشارع وكان جوز بنت عمي في اخر الشارع وكده، وهو كان بيبص عليا، فانا علشان اسرع لان هو دايما يعني ايه بيراقب مثلا بنت خصوصا من قرايبنا، يعني بيحاول ان هو يجي جنبيها ويقرب مثلا يقول كلمه او حاجه، فانا مش عايزه يعمل كده معايا. انا جريت كده في الشارع. هو طبيعته كده يا ندى؟ فانا جريت كده علشان اوصل بيتنا قبل هو ما يجي، انا حسيت ان هو هيقوم ويجي ناحيتي عشان يقول نفس الكلام ده. انا جريت على بيتنا على طول علشان ادخل، فجيت لحد المصطبه بتاعتنا كده وقعت عليها، بس قمت بسرعه. فقلت دي تاني مره يشوفني انا بقع وبروح قايمه بسرعه تاني. رحت داخله، لا هو فعلا جه وعمال يزق الباب، انا رحت زقيت الباب وقفلت حته كده من الترباس، قعد يزق تاني، رحت زقته جامد ورحت قفلت حته تاني لحد ما قفلت الترباس كله. راح هو لقيته بيزق كده والترباس حديد بيتفتح كده كانه مثلا عصايه او حاجه، لقيته عمال يتفتح لحد ما فتح الباب خالص. انا عمال اقول طب ماشي دلوقتي لو حد شافه هيفتكر حاجه غلط او حاجه. شويه لقيت اختي طالعه من الاوضه من جوه وشافته، فقلت ايه طيب ماشي مش مشكله دي اختي شويه تاني، انا خايفه بس لاخويا يشوفه تحصل مشاكل كتير وكده. لقيت اخويا طالع برده، بس هو مش لابس هدومه اللي فوق، كان جسمه عريان من فوق كده وجلده كله اصفر قوي، يعني كان اصفر. انا عماله اقول عشان انا شفت قبليها حاجه على النت وكده ان حد لما بيكون مريض كده او حاجه بيبقى جسمه اصفر قوي كده، ولما بتزرع له او كبد يعني، بس انا جالي في التفكير كده ان هو جلده اصفر بتاع جسمه بسبب مثلا كلى تعبانه او حاجه. بس هو في الواقع ما هوش مريض. لا لا هو مش مريض. ايوه عشان حاجة. التفسير هيختلف هنا. ماشي. لا لا هو مش مريض مش حاجه الحمد لله. لقيته هو كان واقف كده، جوز بنت عمتي دوت بنت عمي ده هو واقف وهو شايفه كده، بس هو ما عملش اي رد فعل، يعني هو كان واقف زعلان كده وما عملش قبل الحته دي. ان هو كان في ستاند كده على الباب بتاعنا قدام بابنا كده، في شباشب وحاجات، فكان في شباشب كده بلاستيك يعني. هو حاول جوز بنت عمي ده حاول يديني شبشب من تحت، انا مش رافضه اي تواصل معاه ورافضه ان انا اخد اي حاجه منه خالص. فانا رحت بصيت كده كان شبشب حلو بس كنت حاسه صغير ما رضيتش ياخده،
كمان كان في ايدي فرد شبشب من الستاند ده، ورحت حطاه معلقاه مكانه ورحت قافل الباب بسرعه قبل هو ما يجي. جاب لك مره عريس ندى؟ لا لا مفيش اي تواصل ما بيننا، يعني هو مع جارنا في الشارع بس انا الصراحه ما ما انا هقول لك ليه يا ندى. انت اقول لك ايه، انت جبت صفات الراجل كلها في الرؤيه، مش عارفين هنخبي ايه ولا ايه. قولي يا ندى قولي. فبس يعني هو كده فضل يزق في الباب لحد ما الباب اتفتح وكده، واخويا واختي شافته، بعد كده اخويا طلع وشافه. بس انا كل اللي مقلقني بس ان انا وقعت كده ثاني مره في الحلم، يعني انا مره مثلا وقعت في الشارع بس قريب من بسيط، تعطيله بسيطه يا ندى وقمنا، ما حدش لحق يشوفنا يعني حاجه بسيطه، بما ان انت قرايب يعني. ايوه انا وقعت وقت قايمه في لحظتها، بس ما اتكفتش قوي على وشي يعني وعلى كده، لا ده على ايدي بس كده. تمام. يعني حاجه بسيطه كده، رحت قمت. تمام. فروحت دخلت بقى بيتنا يعني. تمام. في حاجه ثانيه؟ وكان في مره وقت التلفزيون هذا عشان تسمعيني كويس. لا انا بعيد عن التلفزيون خالص. طيب يلا قول. كان في مره بس ماما حلمت ان مرتين حلمت مرتين ان واحد من اخواتي بيقدم لها العمره مثلا، واحد خلاص كان مقدم جواز السفر والاوراق وخلاص طالعين، واحد تاني كانت خلاص بقى يعني ماسكين الشنطه طالعين، واحد تاني اللي هو خلاص هم على الباب الطياره مثلا. انتوا كام بنت يا ندى؟ احنا بنتين بس. انتوا اتنين بس في سن خطوبه؟ اه. طيب اختك التانية اكبر منك ولا انت الكبيرة؟ لا انا الكبيرة. طب مين فيكم جالها عريس وما تمش؟ احنا الاثنين. طيب يلا قولي. معلش، في حلم تاني صغنن خالص. انا حلمت انا كنت ماشيه في الشارع، ولاد عمي بيبصوا عليا من البلكونه، وبعدين انا كنت لابسه فستان عروسه كده شكله جميل، وانا كنت ماشيه فرحانه كده عماله اقول انا هروح اجيب فول وطعميه، بس انا هروح اجيب فول وطعميه بالفستان الجميل ده ازاي وانا لابسه فستان فرح؟ بعدين قلت مش مشكله عادي، فاولاد عمي قالوا لي انت رايحه فين بالفستان ده؟ فمش هينفع تروحي تجيبي بيت طعميه. انا قلت خلاص مش مشكله، انا هروح بيتنا واحنا في فول في الثلاجه انا هاكل منه وخلاص. ما اشتريتيش فول وطعميه ليه يا ندى؟ انا ما رحتش بقى، ماما ولاد عمي قالوا لي. بس كان الجو كان الصبح بدري وكان المريح، الشارع كان مريح كده وفي جو مريح يعني نفسيا. ماشي يا ندى، احنا هنختصر يا ندى على قد ما نقدر في التفسير في الرؤيه الاولانيه، بلاش فضايح يا ندى. ماشي. انا منفصله واختي الثانيه الاصغر مني انسه يعني. دي اول وقعه يا ندى. انت ما قلتليش في الرؤيه وانت بتقولي بتاعي كنت مخطوبه ولا لا، وانا سالتك على كده كان في خطوبه. لا انا كنت منفصله، انا منفصله بقالي سنتين، وحضرتك قلت لي ان هي فسرت لي حلم قبل كده وقلت لي منفصله وانت انسه ولا منفصله وانت كنت متجوزه؟ لا كنت متجوزه. طب تمام. بس في حلم بس صغنون بعد اذنك انا معلش هطول عليكي. هو بابا كان حلم ان هو كان في مكان كبير كده واسع، جنينه مثلا او حاجه، وكان فيها فيلا، والفيلا دي كانت بتاعته، بس ليه عمتي واقفه وخدت منه مفتاح الفيلا وقالت له لا دي بتاعتي انا، لا دي بتاعتي انا. خطف منها المفتاح وهي ما كانتش راضيه تديهوله، وقال لها لا طبعا ده بيتي انا ودي فيلتي انا والجنينه دي بتاعتي انا، وما رضيش يديهولها تاني، وهي كانت واقفه كده ما كانتش عايزاه يدخل يعني، ولا كانت عايزاه ياخد بتاعته رزقه، ربنا يبارك في عمره ويديله الصحه وطوله العمر. هنختصر زي ما اتفقنا الرؤيه الاولانيه على قد ما نقدر، هنقول حاجتين ثلاثه كده وانت هتفهمي الباقي. اسمعيني بقى، انت الطبيعي بتاعك اصلا ما بتحبهوش عشان تبقي عارفه. ايوه انت ما بتحبهوش وبتخافي منه، وبلاش نقول كلمه مش حلوه على الهوا عشان هي دي طبيعته، هو بيحب كده يلف كده جنب الستات، فهمتي؟ يلا اسمعيني من التلفزيون. اسمعيني من التلفزيون يا ندى. انت طبعا فصصت الراجل وخرجت لنا مصارينه بره، واكيد اكيد معظم الناس اللي بيسمعوني عرفوا تفسير الرؤيه ايه. انت ما بتحبهوش، اولا انت منفصله، ودايما الست المطلقه معرفش ايه الحكايه عندنا في بلادنا، المطلقه دي بتبقى مشايع كده مباحه ابدا، المطلقه دي ربنا ما قسم لهاش العيشه، المطلقه دي ست قويه جدا خدت القرار الصح في الوقت الصح، ما ضعفتش، ما صبرت واستحملت على قد ما تقدر واتظلمت. في الست فينا بتتطلق عشان هي عايزه تتطلق، بتتطلق بعد ظلم وبعد عذاب. فانت ست ما لقيتيش بختك في الاول، فهو طبيعته هي دي، بنات العيله وغير بنات العيله، في راجل كده بيبقى طبيعته كده، يحب يقعد جنب البنات، يحب يقعد جنب الستات، ويحب يتكلم يحط ايده على اللي جنبه. وبطبيعه الحال اصل احنا قرابه، انت ما عندكيش الكلام ده،
انت ست حره ما بتحبيش الكلام ده، ما بتحبيش الاحتكاك، ما بتحبيش كل واحد يزيد عن حده، وكفايه على الراجل كده. طلعتي وقعتي مرتين، المره الاولانيه الطلاق، ومره ثانيه في مشروع كان خطوبه وما تمش. انت قلتي وقعتي قدامه مرتين، وبما انه جارك وقدام منك فعارفين عنكم كل حاجه. باذن الله تعالى العمره بقى الرؤيه الثانيه هي اللي جايه نستنا المشاكل اللي في الاول. الشبشب الاول عشان ابقى امينه معاكي في التفسير ما انساش حاجه، يعني شبشب اللي انت اللي جابه وانت رفضتي تاخديه عشان اظهر، هو يعمل حجته ان جايب لك عريس وانت هترفضيه. اولا مش هيبقى، مش معناها صغير هيبقى اصغر منك، لا معناها مش هتتوفقي فيه، ما هوش الشخص المناسب، وهترفضيه بما انه جاي من طرف وما انتش عايزاه خالص اصلا. اما بقى الجزء بتاع صفار الجلد ده، يعني عايز اخوكي بس ياخد باله الفتره الجايه من صحته، لان دايما اللون الاصفر اشاره للمرض، مش شرط يكون لا قدر الله كلى او اي حاجه من دي، لا هو اللون الاصفر برد، انفلونزا، مر بشويه تعب، بيبقى اشاره لبعض التعب الصحي وخلاص. امك بتجهز للعمره، في كده جواز، لان لما بنجوز البنات سبحان الله بينكتب لنا حج للاب وللام عشان سترة البنات، فهنا في جواز لحد فيكم قريب جدا، عريس وجواز. ولاد عمك بقى بيبصوا لك من البلكونه وانت لابسه فستان، ده عريسك انت، وكده الرؤيه بتقول ان ربنا هيعوض عليك بشخص افضل. بتطلبي الارزاق ونفسك في حاجه معينه اللي هو الفول والطعميه، فانت رجعت وقلت خلاص هو في البيت، يعني كده كده رزقك متشال وجاي لك لحد عندك. ابوكي بقى والفيلا، الفيلا نقله من حال لحال، المفاتيح مفاتيح فرج ليه، ونقله حلوه جدا. النقله دي بتبقى للاب لما بيجوز البنات بتبقى راحه نفسيه، المفتاح مفتاح الفرج، كويس انها ما خدتوش منه، ودي حاجته الجنينه اللي هو زارعها، ده انتو واي خير واي شيء بيعمله ده اللي هو بيعمله في حياته وبيزرعه لنفسه وللاخره، والله اعلى واعلم. ميرفت، ميرفت سمعت الاسم كويس، ميرفت يا استاذه ميرفت. طيب شوف تليفون تاني، محمود ماشي. لا ما عندنا الكلام بتاعنا يا عم. قلنا فسرنا سوره الهمزه، وبعدين نتكلم على السوره القصيره اللي بعدها سوره الفيل، وبتدل على اتمام النصر لصاحب الرؤيه، وبيكون ربنا نصره على اهله، لان هنا العداوه بتكون عداوه من الاهل والمقربين، مش شرط الاهل هنا الاب والام والاخوات، لا بتكون من القرايب، نصر على الاعداء ونصر على الاهل المقربين بعد ظلمه. واحيانا الرؤى بتدل على الحج، بص هو كذا رمز في كل حاجه، مع سياق الرؤيه بنعرف الرمز انهي في التفسير، لكن انا بتكلم على العام، على تفسير السوره العام. بينال عافيه في جسده، بينال مدى حياته، سبحان الله، يبقى ربنا مديله الصحة، يجي المرض بتاعه مرض الموت خلاص هيموت، طول ما هو عايش ما بيرقدش. كمان ربنا حافظه من القصف في عرضه، ما حدش يقدر يطلع عليه كلمة مش كويسة، لا يتقال ان راجل مبصبصاتي او حد يطلع حاجة على عرض ولاياه اللي هم الستات يعني بالمعنى البلدي، وربنا بيفضل مأمنه من الخوف، ما بيبقاش خايف سبحان الله من اي شيء. ايمان، ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا ايمان. السلام عليكم، ازيك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ايمان؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضلي يا ايمان. ماشي، معلش حضرتك هم كده حلمه بس والله زغنطتين خالص، معاك يعني انا من زمان بحاول اكلم حضرتك. معاك، اتفضلي. طيب بصي حضرتك، اول حلم انا حلمت ان انا زي ما اكون قاعده مع واحده ست انا مش عارفاها اصلا، بس هو اللي زي انا ما اكون بجهز نفسي يعني، فبقول لها ايه انا عايزه انتريه. هو الانتريه بكام؟ قالت لي الانتريه ب 100,000. فقلت لها ب 100,000، وبعدين رجعت تاني قلت طب ما انا عندي انتريه، طب بقول لك طب هاتي لي، طب لو اوضه نوم اطفال بكام؟ قالت لي ب 6,000. قلت لها خلاص طب هاتي لي اوضه نوم اطفال. ده حلم كده. انت متزوجه يا امان؟ ايوه متزوجه. معاكي اولاد؟ متزوج؟ لا متزوجه زواج تاني، معايا اولاد من الاولاني بس التاني لا. التاني وبسعى صراحه في الخلفه بقالي كذا. ايوه ما هو الرؤيه، لا ربنا هيريد، بس الرؤيه دي بتقول كده، ما عشان كده سالتك، اديتك قط، سالت على قط الاطفال وخلاص رسيت انك هتجيبيها. قلت لها تمام. لا مش عايزه انتري خالص، هاتي لي اوضه اطفال. قالت لك رقمها كام، رقم الفلوس؟ 6,000. 6، تمام ماشي. الحلم التاني حلمت ان انا زي ما اكون ماشيه في طريق ارض زراعيه، بس الارض دي مش مزروعه برضو، وبعدين انا ببص كده في الارض ما فيهاش زرع يعني تراب، فلقيت تحت التراب حاجه بتتحرك زي ما يكون تعبان.
يعني مش شايفة كله، انا شايفة جزء منه. فخفت وحاولت ارجع تاني، لقيت زي ما يكون في كومة تعابين كده نزلت فوق دماغي، يعني تعابين صغيرة بقى مش كده، عمالة تجري شمال ويمين كده نزلت فوقي، وانا خفت واتخضيت ورجعت يعني، وفقت صحيت كده من الحلم. يعني ده حلم انتي كمان. الجوازة التانية ديت انتي بيت عيلة؟ لا بالعكس، انا قاعدة لوحدي. لا مش في بيت. قاعدة تعبيني الوقت على دماغك صغيرة ولا كبار؟ لا مش كبار قوي، بس واضحين يعني، شايفاهم وقفوا دماغه بقى يديروا كده قدام. مفيش حاجة فضلت عليك الحمد لله. خلاص تمام، قولي يلا. خلاص والحلم التاني معلش، انا حلمت اللي انا في الحمام، في الحمام وطالع نار، في نار طالعه من قاعده الحمام، وانا عماله جوزي واقف بره بعيد، فبيقول لي طب شد السيفون عشان النار تطفى، شد السيفون، وانا عماله انزل في السيفون ومش بينزل ميه، فعماله بقى مش عارفه اطلع ازاي من الحمام من جنب القعده يعني كده، وعماله بطلع في انابيب بره خايفه للنار يعني تيجي عند الانابيب وتولع كلها، وبرده صحيت من الحلم ده على كده. طيب يا امان، بصي الرؤيه الاخيره دي يعني احتمال كبير ما نفسرهاش، لانها ممكن تكون من اضغاث الاحلام، ما تخافيش منها. اسمعيني بقى للرؤيه المهمه الجميله اللي انت قايلاها. خلاص اسمعيني من التلفزيون. بصي بقى، الست المجهوله دايما في الرؤى امر ما انت ما تعلميش بيه، حد هيساعدك ملكيش اي صله بيه، ممكن تبقي راكبه في مواصله قاعده في مكان وتقولي ده انا والله عايزه اروح لدكتور، تقول لك فلان او فلانه الدكتوره ده انا رحت حد كده حيث لا تعلمي ولا تحتسبي، هيدلك على شيء يخص الانجاب ده. الاول كنت عايزه تشتري الانتريه، كنا هنفضل قاعدين في الانتظار، قاعدين وبنتمنى، لان ب100,000 فهتقعدي تستني امنيه، بس انت قاعده تستني عليها انتريه للقعاد، هتقعدي تستني. لكن انت قلت لها لا خلاص انا هاخد، عايزه اوضه نوم للاطفال، وادتك سته، ادتك اوضه الاطفال وقالت لك دي بسته، 6,000. هنا معناها ربنا هيتم لك موضوع الحمل اللي بتسعي فيه، هيتم لك اطفال باذن الله تعالى، وامنيه معينه في الموضوع ده هتتم لك، لان رقم 6 رقم اتمام الامور والانتفاع، رقم 7 انتفاع و6 اتمام امر، فما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، باذن الله هيتم لك الحمل باذن الله. كده هتلاقيها جايه كده على هوا سبب، في سته هتكون في الموضوع، ست مالكيش اي صله بيها، مش معارفها. الارض الزراعيه اللي انت ماشيه فيها ما فيهاش زرع، ده الموضوع بتاعك انت، دايما الارض الست فينا، البذره اللي بتتحط فيها، ده الطفل اللي بيجي بيكون الرجل الخاص بالرجل. الست فينا ارض، زي ما بنقولها كده اهالينا الفلاحين بيقولوا الست فينا معون، فالارض اللي ما فيهاش اطفال هو انت قاعده بدون انجاب مع الزوج الاخير ده. تعبان بقى اللي خرج، تعبين اللي وقعت عليكي، شويه تعب مريت بيهم، رحتي بقى لدكاتره كتير، صرفت كتير، اهم حاجه لا تعبان خرج قرصك، كان هيحصل لك تعطيل لسه، ولا تعبان من اللي وقع على دماغك فضل على جسمك نزل كله على الارض وجري، واللي كان في الارض ده ما كانش ظاهر لك، ده كان ابتدى يتحرك من مطرحه، يعني لو مريتي وعندك شويه تعطيلات وشويه تعب هينتهوا ويروحوا لحالهم، وزي ما بيقولوا كده هينزلوا عن دماغك، مش هتقعدي تفكري فيهم تاني خلاص. رؤيه النار اللي خارجه من قاعده الحمام ما تفكريش فيها خالص، دي بتبقى من تلاعب الشيطان، تلعب بيك، تقوم الصبح طول اليوم زعلانة وتقعدي تفكري في الرؤية ويشغل دماغك، والله أعلى وأعلم. مين؟ أسماء؟ أيوة يا دكتورة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أسماء؟ عاملة ايه يا دكتورة؟ الحمد لله. بقول لك يا دكتورة، أنا حلمت حلمين. اتفضلي. هو جوزي، هو حلم الجوز وحلمي ليا، بس جوزي حكاهولي كده. قولي انهي ليكي وانهي ليه عشان ما نتلخبطش في التفسير. هو الحلم حلم جوزي الاولاني. طب قولي يلا. بصي يا دكتوره، هو جوزي حلم ان هو اشترى بيت قديم، هو في الحقيقه نفسه يشتري يعني بيت او حته ارض في الحقيقه. لحقت نفسك يا اسماء، لحقت نفسك يا اسماء، قولي يا اسماء. فاشترى حته بيت قديم، فالناس كلها قالت له ده مهجور وفي عفاريت وكده ما تاخدهوش. فراح قال لهم لا ما فيش الكلام ده انا هنضفه واقعد فيه وكده. بس فهو قعد فيه ونضفه، وكان فيه يعني كزرات وحاجات مش كويسه، نضفه وقعد فيه وقال لهم شفت ان هو ما فيش حاجه وكده، بس هو في الحقيقه ان هو يعني
نفسه ان هو يشتري حته ارض او حاجه تبقى ملكه يقعد فيها. طيب تمام، بس بقى في ناس مكسره مقاديفه. في ناس مكسره مقاديفه ايوه، ما هو باين في الرؤيه. قولي يلا. بس فهو في الحلم زي كده اشتراه ونضفه وخلاص بجنيه كده مرتاح. اهم حاجه اشترينا ونضفنا، ده المهم. قولي الثانيه يلا. الحلم الثاني ليا انا يا دكتوره. حلمت عنه، هو عمي في الحقيقه متوفي. بس كان في الدنيا يعني كنا انا وهو مش مرتاحين مع بعض. يعني ما كناش متفاهمين مع بعض، وكانت على طول مشاكل، وكان زعلان مني وانا زعلان منه على طول. فلما مات وكده حلمت ان هو جايني زعلان. هو مات بتعب وكده، بخراطيم في جسمه وكده. فجاني في نفس الحلم نفس النظام. فماسك ايده بيقول لي سامحيني. فقلت له انا مسامحاك، وانا بعيط وهو بيعيط بيقول لي سامحيني سامحيني. قلت له والله انا مسامحاك، بس يا دكتوره ادي الحلم الثاني. فانا مش عارفه هو جايني يعني. بصي هو بصي بقى يعني انا هفسره يا اسماء قبل اي حاجه الرؤيه الاخيره دي. تمام. بصي يا اسماء، كون ان هو مات مات، لكن كل واحد ليه مظلمه ربنا بيسامح في حقه الا حق العباد. هو ظلمك، واضح من الرؤيه انت تعرضت لظلم منه، وهو تعبان بسبب ظلمه ليك. سامحي، بس السماح يطلع من القلب. ما تقوليش انا سامحتك يوم الوفاه كده وهو معدي او وهو بيتغسل، لا انت ما سامحتيش من قلبك يا اسماء. سامحي. واحنا طبعا احنا فلاحين زي بعضنا، وبنروح المقابر في البلاد، بنروح يوم الجمعه المقابر وبنزور. بتزوري؟ ما هو يا دكتوره، ما هو يا دكتوره المشكله هو مش في بلدي مدفون، انا متجوزه في القاهره وهو عندنا في الصعيد. في الصعيد عندي. بينك وبين ربنا كده قولي له يا رب انا سامحته، وعشان نلاقي اللي سامحنا يا اسماء. ما احنا مش ملايكه، ما احنا بنغلط. عشان نلاقي اللي سامحنا. بصراحه يا دكتوره هو ظلمني ظلم جامد، هو يعني واضح. انا ما كنتش عامله حاجه، وهو يعني خلى حتى ابويا وامي يعني عملوا من ناحيتي. بصي يا اسماء، هو واضح من الرؤيه ان ظلمك. الرؤيه بتقول كده، وهو جاي يطلب. اصل رؤيه المتوفي حق وكلامه حق، لانه في دار الحق. مش قادر اقول لك ده الشيطان بيضحك عليكي. هو جاي لك وانت شايفه الخراطيم في جسمه، هو تعبان لان ظلمك. لو كنت دعيتي عليه سامحي، قولي له يا رب انا سامحته في كل اللي عمله فيا، اللي انا عارفاه واللي مانيش عارفاه. سامحيه، لازم لازم يا اسماء تسامحيه. ما ينفعش يتعذب ويبقى واقف قدام ربنا على مظلمتك انت، وهو يعني العم زي الاب. معلش، ده رؤيتك انت دي من جواك كده بنيه خالصه لوجه الله. رؤيه جوزك بقى، اسمعيني بقى ده عشان يجهزوا تليفون بعدك. رؤيه جوزك ما شاء الله جميله جدا. هو هيشتري، بيسعى فعلا في شراء بيت. في ناس مخوفاه لو جه ياخد بيت مبني عشان يبني على طول، ما يقعدش يستنى تصالح وارض زراعيه والكلام اللي الناس بتخش فيه. عايز ياخد حاجه فيها عداد ميه وعداد نور ويهد ويبني هو. ناس تقول له ده البيت ده مهجور، ده البيت ده فيه عفاريت، ده البيت ده مش عارف حصل فيه ايه. تخويف، تخويف مع عفريته اللي بني ادم. احنا لما ندخل البيوت ونبنيها ونصلي ونورنا ايد ونتقي ربنا، لو في حاجه في قلب ارضيه البيت بتمشي، بتمشي من القران اللي بيتقري، من الصلاه. في ناس تقول لك نخوفه عشان ما ياخدوش. في ناس تطلع اشعه على بيت جارها عشان يشتروهم. فخليه يتوكل على الله ويسعى، ما يسمحش كلام حد يعقل اموره كده قدام عينه. انا هبني بواحد اتنين تلاته، او انا هاخد دي دلوقتي على بال ما ربنا يفرج. خليه يعملها النظافه هنا اللي نظفها للمكان. انتهاء مشكله وانتهاء تعطيل، هياخد القرار السليم باذن الله، والله اعلى واعلم. معايا؟ ما لسه، ايوه كده قولي لسه عشان اجري على السكريبت. قول انت، ممكن عادي تيجي على باب البلاتو وتقول لي الاسامي، ما عنديش مشكله. عنديش مشكله يا محمود، اسهل والله. معلش، نيجي لسوره لقيله في قريش، اللي هي سوره قريش. رؤيتها لو الانسان ناوي يحج السنه الجايه ولقى نفسه بيقراها او تليت عليه، معناها بشرى ليه بالحج باذن الله. حتى لو ما كانش لسه بيسعى في اوراق ولا اي حاجه، بشرى ليه بالحج. وبيكون صاحب الرؤيه هنا في نعمه، ونعمه كبيره. بس في عيب واحد، ما بيشكرش. يعني ما يقولش ده ربنا رزقني الحمد لله. انا اعرف ناس اللقمه الحب ياكلوها يحمدوا ربنا عليها. في ناس معاها ملايين ما بيقولوش الحمد لله. فبيكون صاحب رؤية هنا كتير المال كتير النعم، وما بيحمدش ربنا على النعمة اللي في ايده. وزي ما قلنا في سياق الرؤية بنعرف الرؤية بتتكلم على ايه بالظبط. بيطعم المحتاجين، يخرج او يطعم، ده محتاج يديله. ودايما كده بيبقى ربنا رزقه بلا تعب. حتى احنا نقول ايه ده فلان ده ما بيركعهاش، سبحان الله، وعنده رزق كتير.
محدش فينا على هوى الخالق، ربنا سبحانه وتعالى ارزاقه مقسمه في مملكته كما ينبغي. ملناش دعوه بقى ده بيعمل ايه، يصلح بين الناس، يقعد هاتوا فلان يقعد ويصلح بين الناس، مكسبه يكسب مال كتير، وبيكسب من السفر مال. يعني لو مسافر عشان يشتري ارض ربنا يرزقه باللي مسافر له، لو مسافر عشان يجوز عيل او يتجوز هو ربنا بيرزقه بالشيء اللي بيسعى ويسافر فيه من مكان لمكان. محمود ماشي، هي هتقول لي اسمها محمود. يلا ايوه الو الو. ايوه السلام عليكم. ايوه قولي لي اسمك انت بقى. مدام فريال. فريال معلش يا محمود، فريال اتفضلي. يا دكتوره. يلا يا فراوله قولي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا قولي انا معاكي وسامعاكي. بص يا فريال، وطي التلفزيون خالص يا فريال عشان نسمع بعض يا فريال. يلا يا قمر. خلاص بصي ستي، انا من حوالي سنتين دايما حلم واحد كان يعني دايما بنلزمنا على طول، انه كان في يعني شخص دايما يتعرف لي، اشخاص كتير يعني اللي هي تعرف لي جنسيا يعني. يعني قبل ما تحصل قبل اي حاجه الحمد لله، كنت يعني احنا ربنا كان يقصد منه. انت اسمعيني يا فريال عشان اقول لك، لا سمعت ان الصوت بتاعك بيقطع. انت شفتي حلم متكرر من سنتين في شخص معين انت عارفاه بيتعرف؟ مش معين، هو مش يعني ها سامعاكي. لا هو مش شخص معين، هو كذا شخص يعني ما انا ما اعرفهمش يعني. ما بتعرفهمش؟ ها مش سامعاكي يا فريال. لا بصي مش سامعينك، مش سامعينك كلنا، مش سامعينك يا فريال. بصي عيد الاتصال تاني يا فريال. طيب تمام، على بال ما فريال ترجع تتصل بينا تاني بإذن الله نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم من الفاصل. تمام الو. ايوه مين معايا؟ اسماء. اي اسماء اتفضلي يا اسماء. انا بحب حضرتك جدا الاول. احبك الله الذي احببتني فيه، تسلمي لي يا اسماء. الله يخليك. انا حضرتك النهارده حلمت ان انا على ايدي طفله وبرضعها ومن كثر الصرف الكلمه اللي انا مغرق وشها. ده حلم. قولي لي الاول يا اسماء، انت انسه ولا متزوجه؟ لا متزوجه. معاكي اطفال؟ معايا بنتين. ماشي. ومن حوالي شهر كده حلمت ان انا واقفه في الشباك وحماتي واقفه جنبي والدنيا المطر مطر كتير قوي، وانا فاتحه ايدي عماله اخد من المطر واغسل وشي. فحماتي بتقول لي انت بتعملي كده ليه؟ فبقول لها عشان ربنا يشفيني. انت انت مريضه؟ لا كان في حاجه تعطيل يعني. ماشي. بس احنا كده خلاص الحمد لله. قولي. الحمد لله. وحلم تاني برضه حلمت ان انا برضه كنت في شقه والدي القديمه وعمتي دعاء واقفه جنبي والدنيا مظلمه، فعمتي بتقول لي هي الدنيا مظلمه ليه كده؟ فبقول لها هي دلوقتي ان شاء الله لو المطر مطر الدنيا هتفتح. مره واحده لقيت شعاع كده في السماء ظهر والدنيا مطرت والنهار طلع. ما شاء الله. ممكن حلم تاني لو سمحت؟ انت التعطيل اللي عندك يا اسماء كان ايه؟ سحر. ايوه ما مش عايزه اقولها لما انت تقوليها الاول بصراحه. قولي. كان سحر ومرشوش وحاجه يعني. طيب يلا قولي التاني. ممكن حلم تاني؟ حلمت برضو ان اختي جوزي طلعت بتخبط عليا وجايبه لي كوتش ابيض فترق وبتقول لي انا جبت لك الكاوتش ده من جهاد. جابته لك من مين؟ جهاد. بنت اسمها جهاد. لا طيب تمام. بس كده حضرتك. انت في انت اخر عندك عيله عندها قد ايه؟ بنتي عندها 3 سنين. ناوية تخلفي ولا ايه يا اسماء؟ لا حتى وصيلة. ها؟ حتى وصيلة. وفرض ربنا رايد لك تجيبي ولد يا اسماء هنعمل ايه بقى؟ لا يا رب ربنا يجيب ربنا كويس طبعا. ايوه كده. لان الكوتش الجديد ده رزق قادم عليك جديد.
طب ممكن استفسار انا عايزه؟ قولي. لا براحتك قولي. انا دايما احلم ان دايما الاقي 50 جنيه ل 5 جنيه، دايما احلم بكده. 50 جنيه بتبقى للتعطيلات و5 جنيه، ودايما 50 و5 جنيه، دايما الفلوس دي بتتكرر معايا كتير قوي. ونفس الشيء خصوصا بيبقوا التعطيل دايما بيبقى بيشوف اكتر للناس اللي بتبقى يعني معمول لها حاجه تعطيل ارزاقها، تعطيل رزق، تعطيل جواز، تعطيل عمل، دايما صاحب الرؤيه يبقى الارقام دي كده متداوله جوه الرؤيه بتاعته. من الرؤيه بنبقى عارفين التعطيل ايه او كان في تعطيل دايما وانتهى. ودايما حضرتك برضه احلم ان المطر بينطر وانا عمال ادعي واقول يا رب فك من عندك. ما هو المطر انت في السحر اللي عندك، اسمعيني بس من التلفزيون عشان يجهزوا له تليفون تاني، السحر اللي عندك اتفك ببركه دعاء لك. ماشي يا اسماء. حلمت ان على ايدها طفله واللبن مغرق وشها، الالبان هنا دليل الخير والرزق خصوصا لما الواحده ما بتكونش حامل ومتزوجه. للبنت العزباء بتبقى ارزاق جايه وخير جاي لها للجواز، اما هنا انت متزوجه دليل على قدوم رزق. دايما بلغه امهاتنا ما نقول للوالده رضعي عيلتك تقول لسه فاضل 3 ايام على ما الخير ينزل يكسب به الحليب اللي الطفل بيرضعه. فهنا انت بتقولي غرق وشها، البنت دنيا ورزق جاي جديد. انت كانت الدنيا مغلقه عليك الفتره اللي فاتت، دايما شيل الطفل اغلاق الدنيا. حاضر خلص واستلم منك تليفون عيني. الشهر اللي فات بقى شفت المطره وحماتك والدعاء ليكي دعاء استجاب. غسلت وشك انتهاء شفائك من شيء معين، انت قلت لي السحر. انا ما كنتش عايزه اقول ان مرتين تقولي المطر في الرؤيه. شفاء سحر، شفاء من مرض، انتهاء تعطيلات. قبول دعاء، دايما الغيث استغاثه بتستغيثي بالله من شيء معين. في شقه ابوك القديمه ولقيت المطره نزلت نفس الشيء. ما شاء الله ما شاء الله. التعطيل اللي عندك او السحر اللي عندك اتفك بكتر دعائكي وبتترجي ربنا في التلت الاخير من الليل، بتدعي كتير جدا. اخت جوزك بقى جاب لك كوتش جديد اسمها جهاد، انت عامله كل جهدك بعدم الانجاب بس ربنا هيبقى في مولود قادم عليكي، مولود ذكر باذن الله تعالى. والله اعلى واعلم. الو الو الو. ايوه وعليكم عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير ربنا يخليك. هي في رؤيتين. لا اديني اسمك الاول وبعدين ايه نتكلم. منى. يا منى. ايوه اتفضلي يا منى. في رؤيتين لابني، هو كان متقدم لوحده ولباباها يعني، وبعدين في قال له استنى ومش عارف ايه. ففي الفتره دي هو شاف رؤيه، هي البنت اللي شافت رؤيه ان هي عندنا في البيت علشان تاكل، وبعدين مش كانت لان كان في هنا ستتين كده بيبصوا لها بصات مش كويسه هي مش عارفاهم. وبعدين دخلت جوه فابني كان نايم، صحي من النوم هي شعرها طويل قوي، هو قصه لها قصه لها خالص كده زي كاريه كده، هي زعلت قوي. وبعد كده لما شافت شعرها شكله في المرايه فعجبها، بعد ما زعلت قوي عجبها. دي كانت رؤيه. وبعدين حصل بقى خلاف بين باباها وبين ابني ومش عارف ايه، وقال لا نقطع علاقه دلوقتي خالص وفي الفتره دي خالص ومش عارف ايه من دون اي الرؤيه دي كانت قبل قطع العلاقه صح؟ الرؤيه وبعدين قطع العلاقه. ايوه ما هو المقص واضح هنا كده. وبعد كده ابني بقى حلم تاني، شاف رؤيه تاني ان هو راح بيتهم، هي مامتها منقبه مقابلاه، فتح له الباب وقال عن النقاب ومترحب بيه قوي، وادخل اتفضل. وهو شاف البنت اللي هو يعني عايز يتجوزها وترحب بيه، وقام باباها جاي له ومطبطب عليه وبيسه من خده ومن صدره، وقعد يقول له حقك عليا. بس يا ترى مين اللي موصله كلام يا منى؟ ماشي يا منى اسمعيني من التلفزيون. طيب تمام. يلا. الرؤيه الاولانيه واضحه زي ما بنقول كده، وضوح الشمس في كبد السماء. المقص فرقه، هو قص شعرها في فرقه تمت اهي. لو كانت دخلت البيت وقعدت وكلت ما كانش الموضوع ابوها هيقول استنى شويه او ابعدوا حبه الفتره دي، لكن ده هي ما كلتش ودي معناها الموضوع ما تمش. كمان كان في ناس قاعده، اتنين ستات اغراب، وانا هقول لك موقعهم في الرؤيه ايه في الحلم الثاني. ابنك قص الشعر هيبعد عنها الفتره، هي زعلت بس البعد ده كان في صالحهم هما الاثنين. بعد كده بصت وشافت القصه بتاعت شعرها جميله. انا اللي بيهمني هنا انها كانت معجبه بالقصه، لو فضلت زعلانه لاخر الرؤيه ما كانش هيتم لهم زواج خالص ولا هتتم خطوبه. هي زعلت في الاول ان هم بعدوا، لكن البعد ده خلى يبقى في صالح ابنك وفي صالحها.
الرؤية التانية ابنك راح البيت عندهم، ست فتحت له الباب، هنا معناها ان هيخش بيتهم بإذن الله تعالى للخطوبة. قال عن النقاب، الست المنقبة ما بتتكشفش على جوز بنتها الا اذا كان جوز بنتها، على شخص غريب الا اذا كان جوز بنتها. هنا هو بقى في مثابة الابن، فتقلع نقابها قدامه عادي، تقلع نقابها، عشان في ناس بتفهم خلاص هو بقى يعني لا، في ناس بتبقى ملتزمة وملتزمة باللبس وكل حاجة، بس من خصوصا المنقبات ممكن ترفع النقاب قدام جوز بنتها، لان بيتعاملوا معاملة الابن بالظبط. فهنا معناه هيتم لابنك الجواز منها بإذن الله تعالى. الباب هيتفتح، الأب بقى بيعتذر وبيقول له حقك عليا. هنا كان في كلام واصله وانتوا هتعرفوه من اتنين من الحريم اللي هما كانوا في بداية الرؤية الأولانية خالص. بنبقى احنا بطبيعتنا لما بنيجي نجوز الشاب بنسأل عليه وعلى والله ده أمه كويسة، بس الولد عليه علامة استفهام، أو الولد زي الفل بس أمه مش كويسة. احنا هنا كده بنعطل جوازات بعض حتى لو كويسين. فهيروح البيت وهيخش من البيت من بابه وهيتم له الزواج باذن الله تعالى، والله اعلم واعلم. حد معايا ولا كمل؟ الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا حضرتك حلمت اني اسمك الاول. طول الليل عماله اتكلم مع حماتي. قولي لي اسمك. قولي لي اسمك وقولي لي الحاله. قولي يلا. اخت جوزك يبقى انت متزوجه. يا ايه انت متجوزه كده خلاص. حلمت ان انا بتخانق مع حماتي طول الليل، هي واخت جوزي. وحلمت ان ابني اتخطف، كنا راكبين التروسيك فابني اتخطف منه، وفضلت ادور عليه واعيط. ابنك عنده قد ايه؟ نعم؟ ابنك عنده قد ايه؟ عنده سنه واربع شهور. معكيش الا هو؟ معيش الا هو. طيب علاقتك بحماتك واخت جوزك ايه؟ والله يعني هي بتقلب وعلى طول يعني قلبها بتكسر في وشي، ويعني مش كويسه يعني. انا كويسه معايا بس هي يعني ايه بتكسر في وشي وكده يعني. ماشي يا ايه. سامعيني ايه ولا في حاجه تاني؟ في حاجه تاني. وحلمت في نوبه اللي انا بتغسل بس كده. بس انا خايفه من الحلم بتاع ان انا حلمت انا ان انا بتغسل. وحلمت برضو ان انا في سوق، وحلمت بالتنجان اسمر وكده يعني، وفلفل اخضر. بس انت رؤاكي ملخبطه على بعضها ليه يا ايه؟ اسمع. لا دي حلم تاني. اسمعيني ايه. لا انا قصدي على الرموز يا ايه. يلا. نعم. انا قصدي على الرموز بتاعه الرؤى. ماشي. انا حلمت ان انا بتخانق مع حماتي طول وقايمه مفظوعه وخايفه يعني، بس كل ما بحلم ان انا بتخانق مع حماتي بيحصل حاجه ما بينه وما بينه. طبيعي 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 بقى. طب اسمعيني من التلفزيون. ماشي. ماشي ايه. العفو. بصي يا ايه، انت كل واحد فينا بيبقى عارف نظام احلامه ايه. انا النهارده حلمت حلم الصبح انا اكيد هيحصل مشكله، او بعد يومين انا في انتظار حاجه يا حاجه حلوه يا حاجه وحشه. انت هنا شفتي بتتخانقي معاهم، وانت على طول واخده بالك من رؤياكي. انا لما بشوف الرؤيه دي انا بتخانق معاهم، يبقى تعملي حسابك هي ست كبيره وتطولي بالك عليها. لو اتكلمت ما ترديش، مش هيجرى لك حاجه. انت وبتتخانقوا سوا معناها انك بتردي، ما ترديش مش هيجرى لك حاجه. سيبيها تزعق وانت اقعدي سميعه خير. تقوم هي لما تخلص كل اللي جواها هتسكت، لكن كلمه قصاد كلمه بتجيب الغلط. وطولي بالك، هي ام الزوج وهي الحما وهي الام اللي ربت وهي كل حاجه. احنا في البلد بنقول لهم ياما، ما بقولهاش يا حماتي، انا هي زي امي بالظبط، وبنقول يا ماما زي، والولد بيقول لحماته يا ماما. مفيش حاجه اسمها يا طنط، دي ما تتقالش ماما، هي بمنزله الام على طول. هي ست كبيره نطول بالنا يا ايه، انت لسه صغيره وعندك عيال، عشان اللي بنعمله واحنا صغيرين هيقعد لنا واحنا كبار. ماشي. فلما تزعق ما تطولي بالك. الحلم الثاني، ابنك اتخطف، ده من عقلك الباطن، انت بتبقى نفسي من كتر ارتباطك بالطفل اللي معاكي وخوفك عليه، ما هوش رؤيه. اما بقى بتتغسلي، الغسل في الرؤى جميل جدا، ما تخافيش، العمر والموت بتوع ربنا، محدش بيقول انه بيتغسل ويصبح يموت الصبح. الغسل رؤيته جميله جدا جدا، انتهاء مشاكل وزوال هموم. تشوفي رؤيه البتنجان ما تفسريهاش وما تقوليهاش وما تفكريش فيها، لان البتنجان من المشاكل. حتى احنا كده باخدينها كده رمز، مش عارفه نفسي ابحث عنه واشوفه ايه. يقول لك يا عم ده بتنجان ويعمل كده. انت بقى بتسمعي كلمه بتتجنني وتروحي رده، فممنوع الرد يا ايه. اما الفلفل الاخضر رزق وبيكون جاي، والله اعلم واعلم. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتوره؟ الله يسلمك يا حبيبه قلبي. هدير معاك يا دكتوره. يا هدير اتفضلي. حضرتك انا حلمت الحلم ان انا شايله علبه فيها ذهب والذهب عمال بيقع مني، كل ما لمه الذهب عمال بيقع مني. فناس عماله تشاور لي بتقول لي حوش الذهب بتاعك عمال يقع منك، وكل ما احطه في العلبه عمال يقع مني. حلقان بقى. متجوزه يا هدير؟ اه متجوزه وعندي ولد. ربنا يخلي. قولي حبيبتي. ربنا يخلي. ده الحلم الاولاني. حلم تاني حلمت ان انا عماله كل ما احط ايدي في بقي اخلع دروسي، دروسي تطلع من بقي والاقي تحتها حاجات مش حلوه. ده الحلم التاني. كنت حاسه بألم وانت بتخلعي الدروس دي؟ لا مفيش ألم خالص. احط ايدي في بقي اخلع الدروس ومش حاسه بأي ألم. كنت بتشوفي بعينيك اللي تحت الضرس شكله ايه طبعا؟ حاجات سودة. ايوه حاجات سودة. بس طيب. الحلم في حلم كمان معلش يا دكتوره. قولي يا حبيبتي. حلمت ان انا حاطه فرخه ورا باب شقه، حطاها كده في شنطه والفرخه راحت جايه بايظه باظت ثلاث بيضات، فانا لقمتهم كده في حجري منهم بيضه نزلت يعني زي من غير قشر كده. وقعت راحت جايه نزلت من غير قشر كده. عندك بنت ولا ايه يا اسماء يا هديه؟ لا انا حامل بس مش عارفه لسه هجيب ايه، معايا ولد وحامل. طيب حامل بقالك قد ايه؟ انا في الرابع. عرفت ببطنك ايه؟ لسه والله يا دكتوره مش عارفه. طب عديتي البيض اللي الفرخه جابته؟ ثلاث بيضات. ثلاثه، انت معاكي ولد واحد. اه. طيب تمام، قولي لي بقى البيض اللي نزل، ايه اللي فضل وايه اللي نزلت من غير؟ هي انا لقمتهم كده في حجري ثلاث بيضات بس منهم بيضه نزلت زي اللي بيضه كده من غير قشر كده، من غير قشر. بس الاثنين موجودين التانيين بقشرهم. اه. طيب تمام، يلا. شكرا. العفو. ربنا يبارك لك فيما يعطيكي لان دي ذريه. بصي يا هدير، شايله العلبه وعلبه الذهب عماله بتقع منك والناس بتقول لك حوشي الذهب من الاخبار الحلوه. انت من النوع اللي ما بتعرفيش تخبي ولا تداري حاجه خالص. عندك حاجه حلوه الكل بيعرف، عندك خبر حلو الكل بيعرف. غريب قريب ما بتعرفيش لا تداري ولا تتلفي وتدوري، بمعنى البلد كده ما بتكدبيش. يعني اسالك على حاجه تروحي قايله صريحه. ده معنى علبة الذهب يا حبيبتي. أما في ناس بتخاف قوي من الذهب. الذهب للست حلو جدا، للراجل لأ. الذهب سبيكة وحش. غوايش وحلقان حلو جدا. عشان بس إيه؟ للاستفادة من الحلقة يعني. نبقى قدمنا معلومة كويسة. دروس، كل ما تخلعي ضرسك لألم ولا وجع ولا دم بينزلوا طالما مفيش وجع وبتلاقي الضرس مسوس السمار ده سوس، اعرفي إن خلع الدروس انتهاء مشاكل. كل ضرس بتشيليه ولاقيه فيه سمار اعرفي ان انتهاء مشكله. انتهاء مشكله، مش لازم المشاكل تكون عندك، لان السنان احنا اتفقنا انهم الاهل والاقارب. المقربين الاب والام اللي فوق رجاله اللي تحت حريم، وكل ما الضرس بعد او السنه بعدت كل ما كان صله الارحام البعيده شويه. يا رب ان شاء الله افتكر اعمل لكم حلقه يا رب باذن الله عن السنان كلها. كل مره اقول وانسى والله معلش. فهنا مشاكل وبتنتهي. فما تخافيش منها. حلمتي بقى انك حاطه فرخه، الفرخه ورا الباب ده حضرتك. الدجاجه سيده باضت معناها انجبت وحملت. لو واحده اول مره تتجوز وقالت لي شفت بيض بعرف ان، بقول لها عدي تقول لي 10 20، بقول لها دول في ده انجابك، ده ما شاء الله البويضات عندك ودول عدد اولادك 4 5، وما شاء الله كنا زمان بنجيب ال 11 دلوقتي خلاص الست اللي تجيب 2 تبقى بطله في الزمن اللي احنا فيه. فدول اولادك معاك يا حد التاني جاي. انا مفيش هنا رمز مبين لي هي ايه، بنت ولا ولد. ان شاء الله تدخلي معايا تاني مداخله تانيه واعرف ان شاء الله نوع الجنيه. عشان كده سالتك في شهر كام عرفتي هي ايه ولا لا. مفيش رمز بس المبين ان في ذريه جايه ان شاء الله، ده رقم 2 اللي جاي والله اعلى واعلم. معايا تليفون. الو. الو. اتفضلي. وعد. يا وعد اتفضلي. يا واحد انا كنت حلمت ان انا عندي ضرس مخروق بس كده، ده حلم. كان بيوجعك ولا ايه يا واحد؟ ايه ضرسك المخروم ده كان بيوجعك؟ لا ما كانش بيوجعني ولا اي حاجه بس انت شايفاه بعينيكي. اه تمام. وحلمت تاني ان انا ماشيه انا وماما وشويه حريم يعني. وبعد كده راحت ماما ماشيه لوحدها ومعاها كام واحده كده، قلت لها احنا رايحين فين؟ راحت زقاني قالت لي تعالي تعالي. وزي ما نكون احنا في رمضان. انت انيسه؟ انيسه يا وعد؟ ايه انيسه؟
لا متجوزة. طيب قولي. وزي ما كنا احنا في رمضان وصايمين فدخلتني جامعة وانا كنت متنكيزة امتياز جامد. قولي. فانا فدخلت الجامعة كانوا حاطين اكل. المكياج يا وعد اللي كنت حطاه كان حلو ولا وحش؟ لا كان جميل. طيب تمام. وكانوا حاطين اكل وفي شير بس مش شيخ كبير صغير يعني شاب. قاعد على الصينيه وامي اول ما قعدت كل وانا قعدت اتفرج يعني انا مكسوفه بقول مع نفسي ايه انا ازاي داخله الجامعه وانا متنجزه كده الشيخ هيقول عليا ايه؟ وكنت عايزه اشرب فتحت الازازه لقيتها ايه زي البق بتاع الازازه كده في طبيخ. ما كان حد شايف يعني ايه مش حلو فضلت امسح فيها. بس كده. انت علاقتك ايه بجوزك يا وعد؟ حلو كويس؟ اه. طيب انا بس موضوع شرب الميه ده يعني في جزء هفسره فيه في جزء هنحتفظ بيه عشان عيب اقوله على الهوا. تمام؟ بس اسمعيني بس كده الاول. معلش هدي الكلمة اللي انت قلتها معلش مش سمعتي. يعني في جزء هقوله عن المية حاجتين، في حاجة هقولها وفي حاجة يعني ما نقولهاش على الهوا عشان ما تبقاش حلوة يعني. فاهماني؟ طيب ماشي. طيب. مش حلوة يعني؟ لا حلوة بس حاجة ما ينفعش على الهوا، حاجة تخص غرف النوم. طيب خلاص. فهمتي؟ ماشي يا وعد. اسمعيني يا وعد من التلفزيون. ألف شكرا. الله يسلمك. الدرس المخروم. زي ما انا لسه كنت بقول لتحت الستات واللي فوق الرجاله، انا ببص في مرايه وشايفه الضرس بتاعي انهي واحد القريب قوي يبقى حد من المقربين من عندي عنده مشكله او مريض او تعبان، لان الضرس المخروم بيفضل يئن ويوجع ويوجع في العصب وكل شويه نمسك بقنا من الوجع. هي ما حستش بوجع بس هي شافت الخرمه بتاعته يعني معناها ان فيه سوس، يعني معنى ان في حد من المقربين من اهلك بقى يا رجاله حسب ما شفتي تحت ولا فوق تعبان. ادي اول حاجه ما يخصكيش في حاجه، هتعرفي ان حد مريض بس. بعد كده شفتي انك ماشيه وامك معاكي وفي حريم وان انتوا في رمضان وصايمين. الصيام هنا بيبقى رزق جو قادم. الانسان الصايم الرسول عليه الصلاه والسلام كده قال الجوع افضل من الشبع. شبعان بيبقى عكس الرؤيه، انت محتاج. صايمين هنا ربنا ساتركم وما انتوش محتاجين يعني من عند حد اي حاجة خالص. دخلتوا المسجد وده اللي يهمني، دخول المساجد انت امن، ربنا مأمنك. عشان كده سألتك على علاقتك مع زوجك ايه، هي والمية ربطتهم ببعض، انت في امن وامان ربنا يخليهولك. كمان دايما عندك اخبار حلوة. المكياج كل ما كان حلو صلاح احوالك، المكياج على بعضه وشكلك وحش فيه بقولك استعيذي بالله من الرؤية لانها بتكون شر. اما المكياج جميل ودخلت المسجد وقعدت وفي اكل محطوط وشيخ وامك قعدت كلت رزق قادم. امك هتاخد منه بس انت عندك تحفظ وكنت مكسوفه زي ما انت قلتها باللفظ كده، كنت مكسوفه رزق قادم عند بيت اهلك. الصينيه المحطوطه توضع الموائد للارزاق، المائده رزق كلنا منها رزق قادم لينا. وساعات بتكون المائده حضور مناسبه وفرح. كنت عايزه تشربي ميه، الميه هنا دليل المال. شربتي مسحت الإزازة مكان حد وشربتي شوية ده دليل المال، حيثما وجد الماء وجد المال. ففي فلوس جيالك بإذن الله تعالى وربنا يخليلك جوزك. مسحتيها مكان الطبيخ، مسحتي مكان وكان في قبلك الناس شربين من المية دي، بس رزق قادم ليكي والله أعلى وأعلم. أما الجزء اللي بقولك نتحفظ عليه ما هوش لا قدر الله حاجة وحشة، بس بنقول إيه بنبقى علاقتنا الزوجيه داخل غرفه النوم بتبقى يعني بعد غياب شويه. فهمتي؟ بس عشان دماغك ما تروحش لبعيد. معايا تليفون؟ السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. معاكي حبيبتي. من محافظه المنيا. معاكي عايزه بس الاسم؟ شيرين. يا شيرين نورتيني. ايوه حلمت. ايوه ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك اتفضلي. حلمت يا دكتوره ان انا بس وطي التلفزيون الله يبارك لك يا شيرين. وطي التلفزيون وطالعه على السلم. بصي ما انت سامعاني وطي التلفزيون. ماشي. وقاعده طالعه على السلم لقيت حنا الصغير كل ما اطلع اشوفه انا كل ما تطلع سلفتي مش شايفاه. وايوه فنزلت فلقيت حنش كبير. لونه ايه يا شيرين؟ اسود. والحنش الثاني لقيت وقع من السقف
ومش قادر يتحرك، فمسكته وفضلت اضرب اضرب على راسه. برضه كان لونه، برضه كان لونه اسود. ايوه كان لونه اسود، وشفته وندمت على سلفتي وفضلت اضرب على راسه. انا بخاف من الحنوشه يعني والتعابين، فضربت على راسه وندمت على سلفتي وقلت لها هاتي جوا من ايده عشان والدتك ما تجيش تبص في عينيه وتاذيني. وام جوزي قاعده، وكل ما اطلع فوق القى عشش فيها ارانب وعشش فيها بح وطيور وكده يعني، وهي قاعده ماسكه فرق فيه تين. وقلت لها اديني، عايزه اخد من التين ده ليا ولعيالي. طيب قالت لي لا استني. طيب ادتني كم واحده تين؟ تين تين شوكي تين. من اللي ظهر اليومين دول ولا تين برشومي؟ لا لا التين اللي البلد بتاعي. ايوه البرشومي. ايوه طيب رحت غسلت كلت اتنين منهم، ورحت بصيت في الصح راح ادي لولادي، لقيت اللي فيه البتاع الصغير ده الرفيع الابيض في الصح، وقلت وانا كلت وما اديتش ولادي يا ريتني ما كلت. وحلمت حلم تاني، دايما احلم اني مغسل هدوم كتيره، هدوم كتيره جوه مغسلها، واغسل هدوم وافضل اعيد وازيد واتعب في الغسيل، فمغسل هدوم كتيره قوي. ومره حلمت ان انا عندي رحت عند بيت ابويا وبرده حنش وزعج، بصيت لقيت امي ضربت الحنش ده قطعت ديله، وانا ما حدش انقذني غير امي عشان ضربت الحنش ده وحيشته. ومره تاني حلمت التعبان فوق السطح وزعج الحنش جرسني، وندم على جوزي اقول له تعالى حوش الحنش، كنت الحنش ما حدش انقذني، رحت مشيت بنفسي رحت المستشفى، وبعد ما الحنش قرصني وانا زعل مش لاقي اي حد يحوشني. واحلم بكلاب. قرصك قرصك فين يا شيرين؟ في ايدي. تعرفيش انهي ايد؟ لا مش فاكره. واحلم بكلاب ان اتدست منها في بيت، وكل ما اطلع القى كلب هياكلني، القى كلب هياكلني. انا كنت قاعده في بيت عيله بس دلوقتي يعني قاعده انفصلتي. ايوه قاعده في بيت وحدي، بس دايما في مشاكل يعني وكده وخناقات وكده. ده حال الدنيا بتاعتنا والله. ايوه بس دايما احلم بكده بحاجات كده هو، ودايما كده احلم بغسيل. بتصلي يا شيرين؟ بتصلي؟ ايوه اما اصلي واقرا قران واسبح واستغفر ربنا يعني واصلي على النبي. طيب الحمد لله الحمد لله. ومصوم وفرض يعني اللهم لك الحمد يعني. الحمد لله. وعارفه ربنا انا تعبت شويه وقالوا روح الشيخ وكده. فمرضتش وكانت راسي وجعني قعدت 5 شهور، قال لي ده سحر وكده. قلت لا انا اللي شفاني رب، اللي اذا انا ضعفت ربنا اللي ضعفني وربنا اللي هيشفيني. ايمانك ايمانك بالله قوي. قوي صح يعني، وكنت معيط ودايما زعلانه واقول انا دايما مقصره في حقك يا رب. طيب انت في حاجه بتسعي فيها بتعمليها الايام دي؟ بتسعي في موضوع؟ انا الحمد لله اما اصلي يعني وقلت يعني وما اسبح لو استغفر يعني اصلي على النبي. لا في مواضيع خاصه بيكي في حياتك بتعمليها؟ يعني بنسعى في موضوع هنعمله وبنسعى في مشروع حاجه زي كده؟ لا والله. طيب يعني انا كده كنت عايزه يعني بيت وكده هو لعيالي، بس ما فيش بيوت وكده يعني، قاعدين في بيت بس مش بتاعنا برضه، بتاع اهل جوزي. طيب انا عايزاكي بتسمعيني من التلفزيون كويس. ماشي يا ماشي يا حبيبتي. ماشي يا شيرين. بصي بقى، طالعه السلم وشفتي تعبان اسود، ورجعت شفتي تعبان اسود تاني وهي عليكي من السقف. انا ما بحبش التعابين السوداء ابدا في الرؤى، رمزها رمز الاسحار على طول. في واحد فيهم محدش شايف حاسس بالسحر اللي انت فيه، سلفتك طلعت ما شافتوش وانت اللي شفتيه. تاني اللي وقع عليك من السقف انت شفتوه ده، وطلعتي بقى وشفتي ام جوزك والفراخ هم عندهم ارزاق، وانتوا لما انفصلتوا عن بيت العيله، بيت العيله خيره بيبقى كتير، لان بدل ما بنعمل كيلو رز واحد بنعمل 3 4، ما احنا كلنا بناكل سوا بقى، فخيره بيبقى كتير. لما بننفصل خلاص الدنيا في اول الانفصال دي بتبقى يعني على بال ما ندور المعاش بتبقى بسيطه شويه. انت دايما بتلجئي لهم في بعض حاجات، انت ما انفصلتيش عنهم كليا، بس هم لو عندهم مغيه زرع بتاخدي منهم بعض الحاجات. انت ماذيه، ما اقدرش انكر ده في الرؤيه، في ناس غيري بتفسر احلام بتبقى سامعه التفسير وبتقعد تقولي انت ما قلتيش ليه او درتيه ليه او ما عرفتيش تقوليه بمعنى اصح يعني. انت ماذيه فعلا، بس دايما بتدعي ربنا كتير، عشان انا سالتك قلت لك انت بتصلي، قلت لي اه ملتزمه الحمد لله. تعبتي شويه، الصداع اللي جولك، العضه بتاعت التعبان اللي عضها لك في الايد، هم دول شويه التعب اللي جولك. الرؤيه الاولانيه لسه فيها رمز ما قلتلكيش، التين، التين المعدود مال وفلوس، التين من الارزاق، التينه الواحده دليل على الالف جنيه، عشان كده انت ما لقيتيش في الطبق تدي عيالك منه، لان دي مال وفلوس ودخلالك، فمش معقول هتاخدي الفلوس تديها للعيال. فالتنتين معناهم 2000 جنيه في الرؤيه، طالما العدد ذكر قدامي لازم انا اقوله. تغسلي بقى هدوم، مفيش احلى من الرؤيه دي، غسل الهدوم غسل الهموم، سواء بقى غسلناهم في الغساله
غسلناهم على ايدينا، غسلناهم في الترعه، جبنا طبق وغسلنا فيه، معناها انتهاء هم وزوال مشاكل انتهينا منها. بتغسلي بتعب، تعبتي على بال ما مشاكلك دي خلصتي منها. احنا عمرنا ما هنلبس الهدوم اللي هي قلعناها وسخه. الملابس المتسخه معناها مشاكل، لابسه ملابس عليكي والاتاه متسخه، عرفي ان انت في مشاكل. وبتبقى لبس الست يرجع للراجل، ان جوزك اللي في مشكله، ولبس الراجل يرجع للست. فهنا غسل الملابس عندك انتهاء مشاكل، وبتبقى رؤاكي جميله، او تعبتي قافيه بس المشاكل اللي انت فيها انتهت. كمان شفت تاني تعبان وشفت ما حدش هيموت الله، انت دايما تلجئي لها، دايما تلجئي لماما، دايما تقولي لها شوفي، وتروحي تحكي لها، هي اللي بتكلمك وبتزيل عنك، لان التعبان من التعب، انت دايما تعبانه، ودايما تقربي لها. القرص في الايد ده معناه ان مريتي بحب التعب، الجاي اللي ربنا كتير، صلي كتير، ادعي ربنا في التلت الاخير ان يحوش عنك السحر، وربنا هو الشافي المعافي. حلقتنا انتهت وفاتت بسرعه، وما قلناش بقيه الرموز اللي انا كاتبها لكم، ان شاء الله نتكلم فيها الحلقه الجايه. واتمنى لكم احلام سعيده، مع السلامه.